حلقة جديدة من المساء اليمني، أهلا بكم. حراك عسكري سعودي نشط في حضرموت وأبيان وشبوة وعدن وتعز والمخا، لقاءات مكثفة مع مسؤولين عسكريين وأمنيين يمنيين في وحدات عسكرية مختلفة، بالإضافة إلى قيادات في الدولة اليمنية. الملاحظ أن أغلب اللقاءات التي عقدها مسؤولون عسكريون سعوديون تركزت بشكل كبير في المحافظات الشرقية، وعلى الأخص منها حضرموت، وهي المحافظة المحادة للسعودية التي تشكل أهمية كبيرة لأمنها. يتزامن ذلك مع تسليم مواقع لقوات ما باتت تعرف بقوات درع الوطن السلفية التي أنشأتها السعودية في ظل معارضة كبيرة من الانتقالية. هذه التحركات أثارت الكثير من علامات الاستفهام حول الهدف الأساسي منها، خاصة في هذا التوقيت الذي تجري فيه السعودية مفاوضات مستمرة مع الحوثيين، والحديث عن وجود خلاف بين السعودية والإمارات بشأن اليمن. في الأثناء هناك أيضا تحركات دبلوماسية تجريها السعودية بما يخص ملف اليمن، بل على أبرزها لقاء وفد سعودي رفيع بمسؤولين الروس في موسكو. دعونا نبحث اليوم عن أجوبة، في أي سياق تأتي زيارة الوفد السعودي إلى موسكو؟ لماذا كل هذه اللقاءات التي يجريها مسؤولون عسكريون سعوديون في اليمن؟ لماذا تحتل حضرموت كل هذه الأهمية لدى السعوديين؟ ما موقف الانتقال ومن ورائه الإمارات من هذه التطورات الأخيرة؟ وما سيناريوهات المرحلة القادمة على ضوء هذه التحركات؟ مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع هذا التقرير وبعد نعود لنناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا، ابقوا معنا. حراك دبلوماسي وعسكري سعودي في الشأن اليمني ما زال هدفه غامضا حتى اللحظة. خلال الأسبوع الجاري تنشط السعودية على عدة أصعدة في الشأن اليمني، تضمنت زيارات ميدانية لفريق أمني وعسكري إلى مناطق في الداخل اليمني، إضافة لفريق دبلوماسي رفيع اتجه نحو روسيا. زيارات الفرق الأمنية والعسكرية السعودية إلى الداخل اليمني شملت عدة مناطق، تعد بعضها ضمن مناطق نفوذها التقليدي، فيما تجاوزت مناطق أخرى محسوبة على الإمارات شريكتها في التحالف ومنافستها على النفوذ في مجالها الحيوي. في حضرموت التقى المحافظ بقائد غرفة التحالف في وادي وصحراء حضرموت علي المطيري بحضور مسؤولين إداريين وعسكريين في المحافظة. الخميس الماضي التقى وفد سعودي يضم قائد الدعم والإسناد لقوات التحالف في شرور السعودية وقائد القوة السعودية في عدن بوزير الدفاع اليمني وقائد المنطقة العسكرية الرابعة، وزاروا سويا مواقع التماس مع الحوثيين في جبهة ثرى شمالية محافظة أبيان. وفي اليوم التالي كان الوفد السعودي يلتقي عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح قائد ما يعرف بقوات حرس الجمهورية الممولة من الإمارات. اللقاءات السعودية لم تتوقف عند حدود المسؤولين الأمنيين والعسكريين العاملين، بل اتسعت لتضم مسؤولين أمنيين سبق أن أقصتهم قوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في محافظة شبوة. في الصعيد الدولي وعلى غير العادة، توجهت السعودية هذه المرة نحو روسيا من خلال وفد متخصص شمل السفير السعودي لدى اليمن، إضافة لممثلين عن تحالف دعم الشرعية في اليمن لم تعلن أسماءهم، وممثلين عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن. الحراك الأمني والعسكري والدبلوماسي السعودي يتم بمعزل عن الدور الإماراتي، ويبعث التساؤل عما إذا كانت هذه الخطوات تنم عن تكامل أدوار بين دولتي التحالف، أم إن المملكة تبحث عن مخرج منفرد لتورطها في اليمن مع الاحتفاظ بأكبر قدر من المكاسب والنفوذ. نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا العميد محمد الكميم. أهلا وسهلا بك معنا سيادة العميد. إذن هذه التحركات العسكرية الأخيرة بالنسبة للسعودية، هل تضيف شيئا لمعركة مواجهة الحوثيين برأيك؟ أولا تحية لك وعبرك لضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. التحركات العسكرية مستمرة ويعني فاعلة من أول يوم أعتقد تدخل التحالف العربي، إضافة إلى أنه حتى مع الهدنة كانت التحركات العسكرية موجودة ويعني شغالة على مدار الساعة. غرفة العمليات المشتركة فاعلة، الطيران الاصطناعي شغال، المراقبة والرصد الجوي فعال، الاستخبارات العسكرية تعمل بكل قوة، التحالف العربي أيضا متواجد مع المجلس الرئاسي في ترتيب البيت الداخلي بكل قوة،
يعني اعتقد الامور يعني بس في الفتره الاخيره يمكن ظهرت على العلن بشكل اوضح، لكن في الواقع انها تعمل على مدار الساعه في كل الاتجاهات. نعم، يعني هل هناك طابع خاص لهذه اللقاءات الأخيرة؟ يعني الجهود السعودية في دعم الجيش اليمني والشرعية قديمة منذ تدخلها في عام 2015، لكن هذه التحركات الأخيرة هل لها طابع مختلف برأيك؟ ما فيش طابع مختلف، الواقع انه تم اعطاء فرصه كبيره للطابع السياسي، وتم يعني الالتزام بالهدنه السياسيه والعسكريه، تم يعني التعاطي الايجابي مع كل المبادرات، تم اعطاء فرصه كبيره جدا للمفاوضات سواء المعلنه والغير معلنه، تم اعطاء الفرصه الكامله للمبعوث الاممي والمبعوث الاممي، كان هناك مفاوضات يعني واضحة وغير واضحة، وفي الأخير نسمع في الأخير ايش الذي بيحصل لدى الميليشيات الإرهابية الحوثية. هناك استعدادات على يعني على مدار الساعة، هناك معارك تخوضها في كل الجبهات، هناك تعزيزات قتالية مستمرة في كل الجبهات، هناك عروض عسكرية تمت على يعني على أعلى مستوى ويعبر عن 6 عروض عسكرية كبيرة، هناك أسلحة إيرانية مستمرة في التدفق الى اليمن، وهي اسلحه يعني استراتيجيه وكبيره، ليست اسلحه دفاعيه ولكن اسلحه ذات طابع هجومي، وهناك وجود صلب يدخل في اطلاق الصواريخ البالستيه، هناك طيران مسير على لا يتوقف، هناك الغام مستمره في الدخول الى اليمن، هناك خطاب تحريضي مستمر وتهديدات مستمره من الدجال عبد الملك الحوثي والناعق الرسمي. يعني الامور واضحه، يعني تريد ان يظل العام مكتوف الايدي والحوثي يستعد ويحرض ويجهز ويدفع بتعزيز قتاليه للميدان، شيء طبيعي يعني هناك رد فعل، وان هناك ايضا ابراز للاستعداد القتالي سواء من خلال التدريب والتاهيل، من خلال الدورات التي تتخرج ابرازها عسكريا، نعم استعراض قوه، تقابل باستعراض قوه، والامور يعني قد تتجه الى التصعيد الميداني في اللحظه، خصوصا مع التصعيد الميداني الذي يقوم به الحوثي الان في جبهات الضالع وفي جبهات تعز وفي جبهات مارب وفي جبهات حريب وجبوه وفي جبهات الجوف وفي جبهات صعده، الحوثي مستمر طيب في استعداد معركته وبدا يهاجم. دعنا نسمع ايضا الى ضيفنا هنا في الاستوديو السيد فهد سلطان، هل تتفق مع ما ذكره سياده العميد بما يخص أن هذه اللقاءات التي يجريها مسؤولون عسكريون سعوديون مؤخرا تهدف إلى حشد الدعم لمواجهة أي تصعيد عسكري يقوم به الحوثيون؟ أنا أعتقد أن هذا أختلف تماما مع هذا المنطق. السعودية الآن تريد أن تنهي هذه الحرب بأي طريقة كانت، هي لا تريد أن تدخل في صراع مع جماعة الحوثي، ولذلك قدمت كثير من المحفزات خلال التسريبات أو خلال الحوارات التي تجري الآن في عمان. السعودية الآن لم تعد يعني كانت الحرب ضمن أهداف محددة داخل اليمن وخارجها، تحققت اغلبها، هي الان قادمه الى نحو انهاء. ما هي الاهداف التي تحققت تتحدث عنها سيد فهد؟ هناك اهداف متعلقه بترتيب الوضع الداخلي للمملكه، وهذه كثير من الدول وكثير من الحكومات على سبيل المثال يعني كثير من الدول تخوض حروب خارج حدودها من اجل ترتيب الوضع في الداخل، او من اجل كما يحصل مثلا في اسرائيل، تحصل يعني في 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 دول كثيره، الولايات المتحده الامريكيه، في دول اخرى. السعوديه استخدمت نفس الاسلوب، دخلت في حرب في اليمن لترتيب الوضع الداخلي، ورتبت خلال الفترة الماضية رتبت الوضع الداخلي بشكل ممتاز جدا، حتى أصبح محمد بن سلمان الآن ولي العهد يسيطر على كل شيء، هو رئيس الوزراء وهو وزير الدفاع إلى الآخر. يعني أهداف مختلفة عن الأهداف مثلاً التي تم الإعلان عنها في بداية عصر الحرب. دعني أنا تكلمت الآن عن الخارجي، لكن في مسألة فيما يتعلق في أهداف فيما يتعلق في اليمن كان هنالك أهداف غير معلنة وأهداف معلنة. الأهداف المعلنة كلها تبخرت مع الهواء، لكن الأهداف غير المعلنة هي التي تحققت في اليمن، القضاء على الشرعية اليمنية الحقيقية التي جاءت من الشعب بالقضاء على الرئيس هادي، يعني استهداف السلاح الذي كان متخزن مثلا مع علي عبد الله صالح، بن عادل علي عبد الله صالح بالكامل، الصواريخ التي كانت في فترة من الفترات أخذها خاصة بعد الوحدة واللي كانت من أيام الاتحاد السوفيتي، من ضمنها استهداف الجمهورية ذاتها. كان الخلاف أصلا هي أدخلت مع الإمارات جماعة الحوثي إلى صنعاء ضمن اتفاق محدد، خرج الحوثي عن هذا الاتفاق،
وصل إلى مدينة عدن، يعني وجاءت السعودية مع الإمارات، حرروا الجنوب إلى مناطق الشطرية لما قبل عام 90، ثم توقفوا عند تلك المنطقة. بقية مناطق الشمال كان هنالك مد وجزر، كان الغرض مد وجزر الغرض منها السيطرة على الجيش الوطني، لكنه كان هنالك مقاومة، وكانت السعودية تشعر بخطورة بأن هذه المقاومة غير مسيطر عليها، وممكن أن تعيد تشكيل البلد من جديد. ف يعني حررت المناطق الجنوبية، ثم أبقت الجنوب يعني طبخته على نار يعني هادئة كما يقال. حولت هذه المقاومة إلى جيش، إلى جيش، ثم بعد ذلك تحكمت بالجيش بشكل كامل. وكان من يخرج عن الطاعة كما حصل في مثلا في مدينة تعز بالعقاب، بالحصار، بعدم دعم الجيش. ثم بعد ذلك تحكمت بالقرار السياسي بالكامل، وخاصة بعد القضاء على الرئيس هادي. هذه الآن أصبحت تملك وتسيطر على اليمن بالكامل، قرار سياسي، وبذلك تسعى إلى إنهاء الحرب بعد أن حققت ذلك. أضعفت المكونات التي كانت مثلا المكونات السياسية داخل البلد، أفرزت مكونات جديدة ضمن اتفاق الرياض الأول، وبعد ذلك الاتفاقات الأخيرة، هي أعادت هندسة هذا البلد بالكامل. الآن الذي يعتقد أن السعودية رافضة لجماعة الحوثي، أو هي كانت تريد أن تقضي على جماعة الحوثي، هو يعيش وهم كبير، هو بلع مقلب كبير. الواقع اليوم كل غير ذلك، ولذلك جماعة الحوثي بقت يعني تضرب جماعة الحوثي ضمن إطار إضعافهم لا كسرهم سياسيا. ولذلك ستجد على سبيل المثال أن جماعة الحوثي لم تستهدف قيادة جماعة الحوثي أو استهداف القيادة السعودية، تقصد لم تستهدف قيادة أبدا أبدا أبدا. يعني كان صالح الصمد، صالح الصمد كان واحد من الأخطاء التي لم تعرف السعودية إلا بعد ما أعلن. طبعا لم تكن تكلفة الحرب كبيرة بالنسبة للسعودية، سواء ماليا أو حتى على أمنها، صواريخ كانت تصل إلى مكة أيضا. السعودية السعودية لها رؤية غير الرؤية الناعمة التي نعتقدها احنا، او الوهم الذي نعيشه. السعوديه ترى ان جماعه الحوثي بفارق النقاط هي افضل من بقيه المكونات الليبيه بالكامل. السعوديه تشعر ان جماعه الحوثي جماعه ترفض الديمقراطيه، ترفض التعدديه، ترفض الحريات، جماعه لا يمكن ان تقيم دوله بمفهوم الدوله. يعني كل هذه السعودية تريد هذه الطريقة في اليمن. جماعة الحوثي ستبقي اليمن ضعيفة مقسمة، اليمن تملك مقدرات بلد ممكن أن تنهض خلال سنوات، ولا تجارب يعني على الأقل كانت بسيطة خلال سنوات الحرب، أكدت رؤية السعودية فيما تنظر له إلى اليمن. ولذلك هي ترى الآن أن جماعة الحوثي مهم أن تبقى في يعني أن تبقى قاتمة في اليمن لعدة اعتبارات. من هذه الاعتبارات أولا أنها ستبقي يعني ستبقي حكمها في الداخل السعودي بحالة طوارئ، لأنها تملك جار، عدو، محارب، يعني ستأخذ السلاح وستدرب، يعني سيكون حالة طوارئ داخل المملكة. طيب. السعودية ترى أن الحوثي أقرب لها، هي تريد الآن فقط، كانت خلال السنوات الماضية الحوارات غير المعلنة بين السعودية والإمارات، يعني قصدي بين السعودية والحوثي، أن يقطع علاقته مع إيران، وهي مستعدة لكل شيء. طيب سيادة العميد، هل لك من تعليق على ما ذكره سيد فهد بخصوص مآرب السعودية من اليمن خاصة في الفترة الأخيرة؟ أنا أتذكر كنا في الرياض والتقينا بأحد المسؤولين السعوديين الكبار، وكان يتكلم عن مفاوضات تمت بين السعودية وبين الحوثي في ظهران الجنوب في 2016. كان هناك مفاوضات دامت أكثر من 100 يوم مع كان بينهم محمد عبد السلام فليتة، ووصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة، وكانت كلها تستند إلى المرجعيات الثلاث المعروفة لدينا، هي القرار الأممي والمؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية. وكان الحوثي قبل قوسين أو أدنى من الموافقة، ولكن في آخر لحظة ذهب الحوثي استأذن لأخذ موافقة القيادة، ثم ذهب إلى عمان وأغلق تلفونه وذهب إلى إيران. المهم أنه في الأخير تركأ ويعني رفض التوقيع على المبادرة. الحوار مستمر ما بين السعودية وما بين الحوثي من هذه الأيام، وهناك قنوات تواصل بينهم، ويمكن لا يمكن أن ننسى أن هناك عشرات الاتفاقات ما بين الدولة وما بين الحوثي، وعشرات المعاهدات وعشرات المفاوضات وكثير من الأمور التي نعلم بنتائجها. لا نريد أن نركز عليها، ولكن قد يكون الفترة الأخيرة هناك إبراز لهذه المفاوضات، ولكن في الواقع نحن نعلم نهايتها. كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي واضح في طرحه أن هناك مفاوضة بين السعودية والحوثي في عمان، ولكن في الأخير هي لن يتم أي شيء إلا بين الدولة اليمنية وبين الحوثي. وقالها بالحرف الواحد أن الأخوة في السعودية أو الأخوة في التحالف العربي سواء كانوا معنا واستمروا في التحالف معنا أو انسحبوا
معركتنا مع الحوثي مستمرة، لأن هناك يعني إرهاب حوثي إيراني موجود في الأرض اليمنية، نعم. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبله اليمنيين، سواء يعني بقي التحالف أو انسحب. وأؤكد أيضا على تعليق على الإقفاد، أن لا يمكن لأي عاقل أن يتقبل أن تقبل السعودية بالحوثي وهي تعلم أن الحوثي صنيعة إيرانية وجد فعلا طيب في سياق آخر سيادة السعودية أصلا نعم. لإيذائها ونستخدمها كدرع إيراني على مكة والمدينة. في سياق آخر أريد أن أسمع أيضا تعليقك على ما ذكره أيضا الكاتب ياسين التميمي، قال من المهم أن ندرك عندما تحدث عن قوات درع الوطن السلفية التي أنشأتها السعودية والتي بدأت بنشرها في بعض المواقع، يقول البعض بأنه صراع نفوذ بين السعودية والإمارات في اليمن، وأن هذه اللقاءات التي تجري حاليا تأتي في هذا الصدد. يقول من المهم أن ندرك بأن ظهور قوات درع الوطن في مسرح العمليات العسكرية يرسل إشارات واضحة بشأن رغبة السعودية على ما يبدو في تحرير تدخلها العسكري في اليمن من الرهانات الإقليمية ومن الشراكة العسكرية والأمنية الإشكالية مع الإمارات، التي كانت قد انسحبت رسميا في خريف 2019 من اليمن، لكنها عززت تدخلها عبر الأدوات المحلية من الجماعات المسلحة، وأنت تعرف أيضا سيادة العميد. ما رأيك بما ذكره سيد ياسين؟ قوات درع الوطن يعني هي قوات أنشأت بقرار من المجلس القيادة الرئاسي، وهي قوات متواجدة على الأرض اليمنية، ليست جديدة على الإطلاق. هذه القوات كان يعني بالدرجة الرئيسية مهمتها هي يعني الحفاظ على ممتلكات الدولة في عدن، وتأمين القيادة الشرعية في عدن وفي نطاق تحركاتها الميدانية. تعتبر احتياطي القيادة على القوات المسلحة، تأتي تشكيلها في الإطار الرسمي لإعادة تشكيل القوات المسلحة، في إطار إعادة هيكلتها وتنظيم أمورها. قد يكون هناك اختلاف في بعض الأجندات ما بين الأخوة في التحالف العربي، وقد تكون ظاهرة، ولكن ما يعني نقاط الاختلاف هي قليلة، ولكن ما يعني نقاط الاتفاق كبيرة جدا فيما بينهم. لا أعتقد أن الخلافات وصلت إلى مرحلة الصراع الواضح. هناك خلاف لا بأس، هناك، لكن لا يمكن أن ننكر أن هناك غرفة عمليات وهناك تنسيق على مستوى، ولا يعني أظن أن هناك خلافات. لو كان هناك خلافات كبيرة جدا أعتقد أن الوضع. طيب سنعود إلى هذه النقطة اليوم. مجلس القيادة الرئاسي لنتوسع يعني لحظة أخي هشام، مجلس القيادة الرئاسي يعمل في إطار واحد، وهو 8 أعضاء. اللجنة العسكرية الأمنية تعمل في إطار واحد، هيئة المشاورات الآن والتصالح تعمل في إطار واحد، هناك تنسيق أمني على مستوى، يعني الأمور طيب. هي في إطار صحيح، ولكن مع بعض الاختلافات لا بأس. سنركز بشكل أكبر على التحركات التي يجريها عسكريون سعوديون بشكل كبير، لكن هناك أيضا جانب مهم نريد أن نتناوله في هذه الحلقة، وهي التحركات الدبلوماسية التي يقوم بها دبلوماسيون سعوديون. وأريد أن أستضيف معي الباحث في العلاقة الدولية سيد يوسف مرعي. أهلا وسهلا بك معنا سيد يوسف. أنت موجود في موسكو في روسيا، ولعلك تابعت الزيارة التي قام بها وفد دبلوماسي سعودي رفيع إلى موسكو للقاء مسؤولين روس هناك. هل يمكن أن تخبرنا، أو إن كنت مطلع على ما جرى في هذه اللقاءات، ما هي المعطيات لديك بما يخص هذه اللقاءات التي جرت؟ بداية مساء الخير لك ولضيوفك الكرام ولكل السادة المشاهدين. طبعا الحركة الدبلوماسية في موسكو مؤخرا مرتبط بحالة التعثر التي كانت في مسقط على خلفية المحادثات التي دائما ما تجريها الميليشيات الحوثية في قنواتها الخلفية في مسقط. يبدو أن السعوديين مع جماعة الحوثي وصلوا إلى نقطة تعثر، وبالتالي إيران ربما حاولت أن تستخدم أيضا علاقتها في موسكو. أيضا نقرأ هذه التحركات في سياق ما ذهب إليه اليوم أحد أدوات إيران في المنطقة حسن نصر الله، والحديث على أن السعودية إذا كانت تريد أن تبحث عن تهدئة إقليمية فعليها التحدث مع جماعة الحوثي على نحو يذكر السعودية بخيباتها التي دائما ما تأكلها في المنطقة، بدءا من العراق ثم سوريا ثم لبنان. وهو يذكر السعوديين أيضا أنه لم يتبقى لهم من هامش إقليمي إلا الحوثيين، والحوثيين هم الورقة الأقوى. لكن في حالة الحراك الدبلوماسي في موسكو تمتاز بعلاقات ممتازة مع لديها شراكات استراتيجية مع دول الخليج العربي،
خصوصا في ظل العقوبات المفروضة على روسيا، إضافة إلى علاقتها المهمة بطهران. وبالتالي في عام 2019، وعلى وقع مثلا استهداف ناقلات النفط في الفجيرة، كانت روسيا قد أطلقت مبادرة، ما يسمى بمبادرة الأمن الجماعي، وهي مبادرة أمنية تتحدث عن ضرورة الخروج باستكشاف مقاربات أمنية جديدة في المنطقة وتخفيف حالة التوتر. وبالتالي هذا يصب في هذا الإطار. روسيا أيضا تريد في ظل حالة الخناقة الجيوستراتيجية والمجابهة السياسية مع الغرب، هي تريد أيضا أن تتحرك في أكثر من ملف، سواء في الملف اليمني، سواء في أفريقيا، حتى في أفغانستان وقعت عقود شراكة مع طالبان. يعني من كان يظن أن روسيا التي تصنف حركة طالبان كحركة إرهابية، أن توقع عقود شراكات تصل إلى أكثر من مليار دولار مع حركة طالبان. وبالتالي يعني روسيا روسيا تريد تتحرك أن على أكثر. يكون لها حضور كبير في الملف اليمني حالياً؟ طبعا روسيا تريد أن تبحث عن حضور، على اعتبار أنا سأذكر ما قاله مستشار الرئيس الروسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية عند لقاء التقى بأحد السفراء العرب، وشدد على ضرورة وضع مبادئ شاملة لتسوية الصراع في اليمن والذهاب لحوار وطني شامل في اليمن. طبعا روسيا تأخذ بعين الاعتبار أن اليمن بلد مهم على جنوب شبه الجزيرة العربية، على اعتبار أنه يمثل حدة ديمغرافية كبيرة، على اعتبار البعد الجيوسياسي، آخذة في الاعتبار البعد الجيوسياسي، إضافة إلى أنه بالإمكان أنه اليمن كبلد يملك هذه الكتلة الضخمة، بإمكانه أن يشكل سوق كبيرة لها للمنتجات الروسية. وبالتالي العلاقات الدولية الآن أصبحت تتمحور حول الشبكات وحول البحث عن شراكات تجارية، طيب لكن قبل أن روسيا ننتقل تمتاز أنها إلى سيد فهد، أريد أن نعم أسألك أيضا سيد يوسف، حاليا هذه اللقاءات التي جرت بين الوفد السعودي وأيضا الروس، هل يمكن القول أو نستطيع أن نستشف من كلامك بأن السعوديون يريدون استخدام علاقتهم بالروس من أجل أن يضغط الروس على طهران وطهران تضغط على الحوثيين فيما يتعلق بملف المفاوضات والمباحثات والمشاورات الجارية بين السعودية والحوثيين حاليا؟ طبعا القارئ للسياسه الخارجيه السعوديه يرى ان السعوديه تستخدم روسيا ايضا كعامل من عوامل الاستقلال، خصوصا انه اذا ما في ظل الادارات الامريكيه الديمقراطيه. وبالتالي نعرف حاله التوترات الشديده التي تحدث بين السعوديه والديمقراطيون، فليعرف انه بعد صعود الديمقراط بايدن واداره بايدن وتقرير الاستخبارات الامريكي الذي اشار الى مقتل خاشقجي، كل هذه التوترات ساهمت انه السعودية استخدمت ورقة العودة إلى موسكو لتحسين شروط تفاوضها أيضا في مع الولايات المتحدة، وأيضا في مسألة عدم دفع الولايات المتحدة للعودة للاتفاق النووي مع إيران. إيران السعودية تريد أن تظهر أيضا لإيران أن روسيا أيضا شريك مهم لها، وميزان التبادل التجاري، وشريك مهم في أوبك بلس، وبالتالي تريد أن تستخدم إيران في الضغط على جماعة الحوثي، لأنه أيضا السعودية تبحث عن بيئة آمنة فيما يتعلق برؤيتها الاقتصادية 2030، وبالتالي هذا لن يتأتى إلا عبر البحث عن مقاربات، وروسيا يبدو أنها المكان المناسب لهذه المقاربة ولحالة التهدئة الإقليمية ولو مؤقتا. إيران ترى من مصلحتها أيضا أن تذهب إلى تهدئة مؤقتة مع السعودية على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها إيران مؤخرا، لأنه نعم كان من ضمن شعارات المحتجين في إيران أنه إيران تعمل على السلطة الحاكمة في إيران، تعمل على تبديد ثروات الشعب الإيراني في دعم حركات المسلحة في المنطقة، وبالتالي هي تريد أن تبحث عن نعم مقاربات طيب في هذا السبيل. أطلب منك أن تبقى معي سيد يوسف، أريد أن أنتقل إلى ضيفي هنا في الاستوديو سيد فهد. ذكر سيد يوسف أن السعودية تبحث عن بيئة آمنة من أجل رؤيتها الاقتصادية التي تعمل عليها حاليا، أنت أيضا قبل قليل ذكرت بأن السعودية تسعى من أجل إنهاء الحرب وإيقافها تماما. الآن عندما نتحدث عن هذه النقطة بالتحديد، هل تعتقد بأن السعودية تستطيع من خلال استخدامها للأدوات الدبلوماسية الضغط على الحوثيين من أجل الرضوخ لهذه المفاوضات والخروج بحل نهائي فيها؟ السعودية الآن منذ إبعاد الرئيس هادي من على السلطة، وكان في الديباجة الاتفاق الذي حصل التفاوض مع جماعة الحوثي، يعني المجلس الرئاسي الآن كان واحد من الديباجة الموجود
هو التفاوض مع جماعة الحوثي، لم يكن هنالك خيار الحرب. خيار الحرب هو فقط الاستهلاك الإعلامي فقط من قبل اليمنيين أو فقط، أما خيار السعودية خيار إنهاء الحرب بأي طريقة كانت. الذي حصل الآن ونوع من الخلاف اللي حصل الآن بين السعودية والإمارات، وهو خلاف ضمن المحتوى أو محتوى أن السعودية الآن تريد أن تنهي الحرب، بينما الإمارات لا زالت ترى أن وقف الحرب في هذه الأثناء لا زال من المبكر الحديث عنه. الإمارات تريد فترة أطول لتنضج كثير من المصالح لها داخل اليمن، بينما السعودية ترى الآن أن الوقت المناسب الآن إنهاء الملف اليمني، أو على الأقل نقل الصراع اليمني من الحدود أو أن يكون خارج الحدود إلى الداخل اليمني، بحيث بين جماعة الحوثي وبين الشرعية ضمن المسيطر عليه، بينما هي تتفرغ لجانبها الاقتصادي في الداخل، وهذه الرؤية التي تتحرك فيها الآن. بينما الإمارات ترى أن مسألة يعني فصل اليمن، تقسيم اليمن، كذلك سحب الساحل الغربي الذي سيتحول في ربما، وهذه من ضمن الحاجات التي لم ترفض السعودية حتى الآن تمريرها في مسألة تحويل الساحل الغربي إلى محافظة يمنية مستقلة، بحيث تبقى تلك المناطق تتبع الإمارات. يعني هنالك لا زالت الإمارات ترى أن هنالك يعني بدري أو وقت من أجل العمل داخل اليمن، بينما السعودية الآن تبحث عن يعني لا توجد هناك رغبة إماراتية لإنهاء الحرب بعكس السعودية. الإمارات لا تريد انتهاء الحرب، لأنها إنهاء الحرب سيفتح كثير من المشكلات للإمارات تحديدا. طيب كيف تتعامل السعودية مع عدم قبول الإمارات لمسألة إنهاء الحرب؟ أولا هم يختلفوا في الملف اليمني، لكن السعودية والإمارات يشعرون دائما أن خلافهم أو صراعهم في الملف اليمني سيخرجون خاسرين الاثنين بخسارات فادحة وكبيرة، وسيتورطون بشكل أكبر. الإمارات تحققت لها مصالح في اليمن لم تكن تحلم بها، لم تستطيع أن تحقق ولا 1% بالدبلوماسية ما قبل الحرب والصراع. والسعودية تشعر بأنها إذا دخلت في صراع مع الإمارات فإنها ستخسر كثيرا وستدفع كثيرا وستكون كلفة هذا الصراع يعني باهظا، ولذلك هي محاولة لإدارة هذه الصراعات. وأنا أعتقد أنهم لن يختلفوا يعني في القريب العاجل، ما دام أن اليمنيين خارج اللعبة وأنهم أدوات وليسوا في يعني في قلب العمل أو في قلب الأحداث نفسها. نحاول إيجاد رابط حقيقة بين التحركات التي تقودها السعودية، وهنا أريد أن أعود إلى العميد محمد الكوميم، بين التحركات التي تقودها السعودية في مسار المفاوضات والوصول بحل لإنهاء الحرب مع الحوثيين، وبين التحركات العسكرية الأخيرة التي تجريها السعودية خاصة في المحافظات الشرقية وعلى الأخص منها حضرموت. فلماذا هذه الأهمية الكبيرة لحضرموت بالنسبة للسعودية سيادة العميد؟ حضرموت هي هامة للسعودية وهامة لليمن وهامة لكل المنطقة. يعني نتعلم أن محافظة حضرموت والمهرة تمثل 50% من المساحة الجغرافية للجمهورية اليمنية، أو أكثر من 50%، إضافة إلى أنها أيضا تمثل يعني حدود مشتركة كبيرة ما بينها ما بين المملكة العربية السعودية، محافظة استراتيجية عظمى لليمنيين وأيضا للمملكة العربية السعودية، وبالتالي الحفاظ على أمنها واستقرارها يعتبر أيضا استراتيجية كبرى لليمنيين والمملكة العربية السعودية. يعني هذه عقل أن المملكة العربية السعودية تقبل أن يكون هناك اضطرابات داخلها، أو أن يكون هناك خلافات، أو تنتقل تلك الصراعات التي حصلت في الشمال أو في الجنوب إلى شرق اليمن ويصبح أمنها القومي مهدد بدرجة مباشرة؟ أعتقد الحروب ذات أهمية استراتيجية كبرى، والمملكة العربية السعودية تعمل في هذا الإطار، إطار حفاظ على أمنها القومي، وفي إطار أيضا تهيئة البيئة الآمنة والمستقرة للمحافظة حضرموت. إذا ما علمنا أيضا أنها تقريبا هي المحافظة الوحيدة التي لا يعني ما زالت تمثل ظل الدولة الحقيقي، وما زالت أيضا تمثل يعني المكان التي تستطيع أن تبني نموذج للدولة فيها، إذا ما أضفنا محافظة المعرة كمحافظتين مستقرتين يعني، وهي أفضل حالة من غيرها من المحافظات. أعتقد الأمور واضحة، يعني لا يمكن أن تقبل بنقل الاضطرابات والصراعات والخلافات ما بين المكونات اليمنية في المناطق المحررة أو ما بين أبناء حضرموت أنفسهم، يعني الأمور طبيعية. من أجل ذلك سيادة العميد، كانت هناك من ضمن اللقاءات التي جرت مؤخرا لقاء جمع المقدم السعودي علي المطيري بمحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، وأيضا
وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عامر العامري، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمز. قبل ذلك قامت السعودية على نشر ألوية من درع الوطن في مديرية العبر وغيرها. هل تسعى السعودية بالتزامن مع تفاهماتها مع الحوثيين إلى إيجاد نفوذ عسكري لها تأمن من خلاله أو تصد من خلاله أي تهديدات لأمنها القومي من خلال هذه المحافظة التي لها شريط طويل حدودي معها؟ طبيعي الوفد العسكري السعودي تحرك في حضرموت وتحرك في عدن، وكان في اللقاءات له قبل يومين في الساحل الغربي وهي معلنة. وأنا قلت لك قبلها أن هناك نشاط، يعني الجانب العسكري السعودي يعمل جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة اليمنية، وأنا غرفة عمليات مشتركة، وهناك نشاط معلن وغير معلن، وهناك يعني الدعم اللوجستي مستمر. نعم، كان التحرك السعودي في الفترة الأخيرة في حضرموت كان أكثر نشاطا نظرا لوجود يعني بعض الاضطرابات أو محاولة بعض الأطراف اليمنية زعزعة أمن واستقرار حضرموت، وبعض الأطراف اليمنية حاولت أن تستغل الظروف الراهنة أو تتجاوز يعني اتفاق الرياض أو تحاول أن تنفذ رؤيتها أو أن تنفذ مشروعها بعيدا عن التفاهمات اليمنية، وذلك جوبه ووجه بحزم وقوه سواء من المكونات اليمنيه او من ابناء حضرموت، وايضا بدعم واسناد من التحالف العربي وبالاخص المملكه العربيه السعوديه، بالاضافه الى التفاهم مع الامارات العربيه المتحده. لا يمكن ان ينفرد اي مكون يمني بانفاذ رؤيته او تنفيذ مشروعه بعيدا عن اتفاق الرياض او مشاوره الرياض او بعيدا عن ما تم الاتفاق عليه، واستعاده صنعاء اولا وتحرير صنعاء اولا، ثم نظل او نجلس على طاوله حوار اخرى ونتفق على شكل الدوله في المستقبل كما يريد اليمنيين وكما يتفق اليمنيين جميعا في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب كما تريد كل المكونات اليمنيه. لا يمكن ان يفرض اي طرف يمني رؤيته على اليمن منفردا. اذا كان اليوم الشعب اليمني يعاني في الشمال من محاوله الحوثي فرض رؤيته وفرض مشروعه السلالي الكانوتي على الشعب اليمني بالقوة المسلحة، لا يمكن أن ينجح أي طرف آخر في اليمن أن ينفذ رؤيته سواء في الجنوب أو في الشرق بقوة السلاح أو بالقوة المسلحة وينقلب على الـ 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 اليمنيين مرة أخرى أو أن يفرض رؤيته مرة أخرى. أيضا تدخل الرياض والمملكة العربية السعودية هي أيضا ضامنة لتنفيذ ذلك الاتفاق وضامنة لتنفيذ المشاورات وتتحرك في هذا الاطار كونها ضامنه لجميع المكونات اليمنية للحفاظ على امن واستقرار المناطق المحرره. وهنا نرى كان تحركها في حضرموت في اطارها الطبيعي وفي كل المناطق اليمنية. وهنا نتساءل عن الدعم الدولي الذي تحظى به التحركات السعوديه الاخيره فيما يخص يعني بشكل اكبر يعني تفاهماتها مع الحوثيين وتهدئه الملف اليمني واغلاق ملف الحرب بشكل كامل. وهنا اعود الى سيد يوسف مرعي عبر السكايب. سيد يوسف، هل تلقى هذه التحركات السعودية دعما دوليا؟ لا نتحدث فقط عن موسكو وإنما نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، عن الاتحاد الأوروبي، عن أيضا القوى الإقليمية الموجودة، هل تحظى بدعم من قبلهم؟ حقيقة أن توجه السعودية نحو موسكو، كنت قد ذكرت في مقابلة سابقة أنه هذا حرك حتى حرك حالة الحراك الأمني البحري للبحريات البريطانية والأمريكية، فصرنا نسمع أن البحريات الأمريكية والبريطانية تعمل على ضبط شحنات أسلحة متجهة إلى الحوثيين. ما كنا لنسمع عن شحنات الأسلحة هذه قبل تداعيات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، رغم أن هناك بعض الكتاب أو بعض الدراسات تقول أن هذه الأسلحة التي تعمل بعمل البريطانيون والأمريكيون على ضبطها يتم إرسالها أيضا إلى نظام كييف لمحاربة الروس. طبعا لأن السعودية قوة إقليمية وازنة، مهما كان هناك من تحفظات فيما يتعلق بإدارة ملف الحرب في اليمن، لكنها في سوق الطاقة قوة وازنة ولديها تفاهمات مع الروس في هذا الإطار، فهي رأت أنه في حالة الحالة الدولية الراهنة رأت أنها ضاعفت أرباح نفطية لها في سوق النفط، خصوصا ان رؤيه 2030 تحتاج مئات المليارات من الدولارات، والتكتل الاقتصادي السعودي والمجتمع السعودي يحتاج الى هذه
المبالغ الضخمة والطائلة، وبالتالي في حالة صراع بين روسيا والغرب أو حتى الصين، هي رأت أنها كدولة رائدة في تاج النفط استفادت، وبالتالي هي تريد أن تستفيد فيما يتعلق بموضوع في الجانب الأمني عبر خاصرة الجنوب، تريد أن تبحث عن مقاربة أمنية. على ذكر أيضا الدور الروسي فيما يتعلق بالدعم، طبعا الحوثيين كانوا قد حاولوا مرارا انتزاع اعترافا روسيا على اعتبار أنهم سلطة أمر واقع، لكن روسيا بالنظر إلى مفهوم السياسة الخارجية الروسية الموقع في 2016 لا يعمل على دعم الانقلابات العسكرية، ودائما ما يقول أنه هو يدعم أنظمة معينة في المنطقة، وبالتالي ليس من العدل أن يعمل على اعتراف بجماعات انقلابية في منطقة. ألو، نعم تفضل، نعم ما زلنا نسمعك. يعني هنا نقطة أريد أن أسألك عنها بشكل مفصل، تقول بأن دعني. روسيا يعني لا تعترف بشكل رئيسي بالحوثيين، يعني بمعنى ذلك هل هي حيادية فيما يتعلق بالمسألة اليمنية، لا تنحاز لأي طرف؟ طبعا الموقف الروسي رغم أنه اتسم بالحدة في بداية عاصفة الحزم، لأنه كانت روسيا لا تريد أن يتم مشاغبتها في الملف السوري تجاه من؟ حدة حينها، تجاه من؟ حدة تجاه عاصفة الحزم والتحالف العربي حينها، لأن كان لديها الملف السوري، تريد أن تنجز دعمها للنظام السوري، ويبدو أنها أنجزت هذه الخطوة وتصرفت بذكاء. والآن الوزراء الخارجية العرب الذين كانوا يناصبون روسيا العداء في سوريا أصبحوا يتقاطرون إلى العاصمة دمشق ولقائهم بالنظام السوري، وبالتالي بعد ذلك الموقف الروسي ضد الحوثيين اختلف تماما، خصوصا بعد مقتل صالح على يد الحوثيين، لأن صالح كان يمتاز بعلاقة جيدة مع الروس. بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة أيضا الموقف الروسي، لا ننسى أنه أثناء هجوم الحوثيين على الإمارات، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الدوما الروسي وصف ما قامت به جماعة الحوثي بالعمل الإرهابي، إضافة إلى أنه بيان مجلس الأمن الذي وصف هذا العمل بالعمل الإرهابي، روسيا لم تمانع إصدار هذا البيان. وبالتالي روسيا تنظر إلى علاقتها الاقتصادية، صحيح أنها لا تريد أن تغضب إيران كثيرا فيما يتعلق بالحوثيين على اعتبار أن إيران شريك استراتيجي ومعادي للغرب، لكنها هذا الموقف الروسي يمتاز أنه حذر في المنطقة، في منطقة نعم الشرق الأوسط، ويمتاز بحالة من الموائم ويمسك العصا وضحت الصورة. نعم في إذن المنطقة. شكرا جزيلا لك، الباحث في العلاقات الدولية من موسكو عبر السكايب يوسف مرعي. أعود إليك مجددا سيد فهد، ونبتعد قليلا عن التحركات الدبلوماسية ونعود إلى التحركات العسكرية التي يقوم بها مسؤولون عسكريون سوريون. هناك لقاءات أيضا عقدت مع مناوئين للانتقال من محافظة شبوة، وهناك لقاءات عقدت أيضا في حضرموت. ما دلالات هذه اللقاءات برأيك؟ أنا أقول أن السعودية الآن في مسألة قوة درع الوطن هي لحماية حضرموت من الحوثي أكثر ما هي من الانتقالي، وهي لا تثق كثيرا بالانتقالي، ولا لأنه سريع التقلب وخليط من كل شيء، ولذلك هي تعتمد على السلفيين بشكل، على التوجه السلفي بشكل كبير، وهذه القوات تم تدريبها منذ فترة طويلة على الحدود السعودية، وأعادت فرزها بشكل جيد بما يخدم مصالحها وما يحقق لها مطالبها، بغير بأنها مدربة ومجهزة بشكل جيد؟ طبعا، ومسلحة بشكل كبير، يعني وكان هنالك من قبل العمالقة وإن كانت الإمارات شريك فيها، لكن الآن هي أوجدت لها قوات. أنا أقول أنه ما يحصل الآن في حضرموت، أن يعني علشان نفهم المعادلة، أن مارب لحضرموت كعمران لصنعاء، تشعر السعودية. وماذا عن شبوة؟ لا دعك من شبوة، أنا أتكلم عن لأن هناك لقاءات عقدت مع مناهضين. لا أنا مسؤولين أمنيين. نعم سأعود إلى الإجابة على سؤالك. أنا أقول الآن أن السعودية تشعر بأنها بطريقة أو بأخرى، لأنه جماعة الحوثي الآن من ضمن التفاوضات الآن أنها تريد النصف من ثروات مارب بالكامل دون قيد أو شرط من ضمن الاتفاقات، الحوثيين يريدون ذلك. يريدون ذلك، نعم. ويريدون تقريبا 100 مليار دولار أو 100 مليون دولار من هذه التفاصيل.
فإذا سقطت مارب ستكون حضرموت هي البوابة المباشرة لجماعة الحوثي مباشرة، ومحافظة حضرموت لن تقاتل ولن تقاتل أبدا، وفي تصريحات كثيرة في هذا الجانب أنهم لن يقاتلون جماعة الحوثي ولن يدخلون في صراع، وستفتح هذه المحافظة سريعا. فالسعودية الآن تريد أن تستبق أي اتفاق مع جماعة الحوثي بأن تحصن هذه المحافظة تحصينا جيدا، على الأقل يبقيها خارج الصراع، لأنه السعودية ليس حماية لحضرموت، ولكن حضرموت لها أطماع طويلة، أو السعودية لها أطماع طويلة في حضرموت منذ فترة طويلة، بل كانت تمارس حق الفيتو في عهد علي عبد الله صالح. يعني هناك بعض المسؤولين كانوا يتحدثون بأن جميع المحافظين الذين كان يتم تعيينهم في محافظة حضرموت يتم بالتشاور مع السعودية، أو كانت السعودية تفرض شروط في من يتولى هذه المحافظة، وكانت تضع كثير من القيود على هذه المحافظة منذ فترة طويلة. فهذا فيما يتعلق بالتحرك الأمني السعودي ضمن السعي لإنهاء الحرب. فيما يتعلق الآن هي يعني كما قلت الآن هي قوات التقت في الساحل الغربي، والتقت في محاولة لإعادة ترتيب الأوضاع في الجنوب، لأن الجنوب الآن ليس المناطق الجنوبية ليست بذاك الاستقرار، ممكن أن تنهار بأي لحظة، القوات هناك ليست منظمة وليست مرتبة ترتيبا جيدا، فهي تحاول الآن قدر الإمكان في حالة دخلت في حوار. يعني سعودية تريد ترتيب المشهد العسكري في اليمن حاليا، ليس ترتيب للداخل، ولكن ترتيب من أجل الاتفاق القادم الذي سيكون مع جماعة الحوثي. نعم، طيب هذه نقطة مهمة أعتقد نريد أن نتوسع فيها أكثر سيادة العميد. هي الآن تعرف بأنها الآن أو لاحقا سيكون هناك اتفاق سلام مع الحوثيين، وبالتالي تريد أن ترتب المشهد العسكري أو الميدان العسكري في المناطق المحررة ربما بطريقة تراها مناسبة، ما رأيك؟ الترتيب العسكري لاستعادة صنعاء، ترتيبات عسكرية لإعادة تنظيم القوات المسلحة اليمنية لاستعادة صنعاء عسكريا، هذا الذي ممكن أن نتحدث عنه. يعني لا يمكن أن تقول أن هناك ترتيبات عسكرية لتسليم مارب الحوثيين أو لتأمين حضرموت، يعني هذا كلام مجافي. لكن لا أحد يتحدث الآن عن استعادة صنعاء سيادة العميد، الحديث الآن عن عمل هدنة واتفاق سلام وبقاء الحوثيين في المناطق التي يسيطرون عليها، وفوق ذلك بالإمكان منحهم ميناء الحديدة وربما ثروات اليمن من النفط وما إلى ذلك عن طريق التقاسم. لا أحد يتحدث الآن عن تحرير صنعاء. من حق من بده يتقسم ويقسم كله؟ من الذي يقسم؟ من الذي يدي للحوثيين ويسلم لهم مارب؟ من معك الآن مئات الآلاف من المقاتلين، ومعك شعب يمني كله رافض المشروع الحوثي وفكر الحوثي. يعني إذا كانت السعودية داخلة معنا في الساحة التشريعية أهلا وسهلا، الأخوة في السعودية شافوا قدوم تاعبين مرهقين مناكين ما عاد مش قادرين يواصلوا، أهلا وسهلا بارك الله فيهم بيض الله وجيهم، ما قصروا معنا في الفترة الأخيرة، بإمكانهم أن يتراجعوا في أي لحظة. نحن معركتنا مستمرة مع الحوثي، قوات المسلحة موجودة معك الآن، عشرات الآلاف في مارب، معك الآن عشرات الآلاف في عدن، معك عشرات الآلاف في الساحل الغربي، معك ملايين الشعب اليمني متواجدين بالكامل. يعني سنعود كلنا إلى جبهات القتال نقاتل، ما حد يقسم إلا حقه، ما حد يفصل إلا حقه، ما حد يقسم غير حقه. هذا اليمن واحدة موحدة، وسنستعيد صنعاء بإذن الله تعالى. الأخوة في التحالف العربي جادين وجاهدين ويبذلوا جهود جبارة وعظيمة، سواء على مستوى ترتيب البيت السياسي أو البيت العسكري للقوات المسلحة اليمنية أو للدولة اليمنية، كان ذلك واضحا في مشاورة الرياض. تم تشكيل مجلس قيادة رئاسي وتم نقل الصلاحيات إليه، كانت من كل المكونات السياسية، وكانت من كل المكونات الوطنية، وكانت من كل المكونات العسكرية وتشكيلات القتالية. تم تشكيل لجنة أمنية عسكرية، هناك عمل عسكري في الميدان يتم إعداده. طيب، هناك لجنة مشاورة وهيئة مشاورة مصالحة تعمل لإصلاح البيت الداخلي اليمني، هناك تحركات إن شاء الله في استعادة صنعاء. غير هذا الكلام لا تناقشوا فيه، وكل الأخبار بعيدا تماما على الواقع. طيب سيد فهد، في آخر دقيقة من البرنامج، ما هي السيناريوهات؟ أنا أتكلم هنا، أنا أتكلم الآن، لأنه لم يعد لدينا سوى دقيقة ونصف تقريبا. أنا أقول الآن هذه رؤية السعودية، لكن ليست رؤية اليمن. أنا لا أتحدث عن رؤية اليمن، أنا أتفق معه في أن اليمن هذه ملك اليمن وليست ملك السعودية، لكن أنا أتكلم عن رؤية السعودية في اليمن. وزير الخارجية السعودي في تصريحات سابقة قال أن الحل في اليمن لن يكون إلا سياسيا، يعني وجميع السفراء الدول الكبرى كلهم يتحدثون بأن الحل سياسيا. يعني أنت تتفق مع السيد مع العميد سيادة العميد بأنه من وجهة نظر اليمنيين تحرير صنعاء يستحيل، لكن أنا أقول هل رؤية السعودية في هذا الاتجاه رؤية التحالف؟ لا، اليوم رؤية السعودية نحو
الحوثي، بل أنا أقول كما كان المجلس الانتقالي فترة من الفترات كان انقلاب وكانوا متمردين وتحولوا إلى شرعية، السعودية يعني عبر المجلس الرئاسي وعبر ضغوطات ستحول جماعة الحوثي إلى شرعية وإلى اتفاقات وتبارك الحكومة وتبارك كل شيء. لكن هل هذه نهاية المطاف؟ لا، ليس نهاية المطاف. هل اليمنيون سيسلمون؟ هذه مسألة أخرى، اليمنيون لن يسلموا رقابهم. لكن أنا أقول رؤية السعودية أنها مع يعني مع تسليم الحوثي الشمال كاملا، والجنوب سيبقى مع الانتقالي وستبقى هنا وهنا، يعني لها رؤيات كثيرة، لها الخطة ألف والخطة باء والخطة جيم، لكن كلها ضد رؤية اليمنيين الحقيقية. أما مسألة استعادة صنعاء بدعم من السعودية والإمارات، هذا الموضوع قد انتهى منذ عام 2017، هذا الموضوع انتهى تماما، لم يعد هنالك عند السعودية، بل السعودية بل أنا أقول الآن أن السعودية آخر كلمة، أن السعودية وقفت ضد كل من أراد أن يسقط جماعة الحوثي، بل يعني منذ فترة منذ عام 2017 حتى الآن، يعني جميع الدقداق والكسر اللي حصل للإصلاح بأنه كان دائما يحمل هذا الشعار، الجيش عندما كان يريد فعليا أن يستعيد صنعاء كان يتم ضربه واستهدافه وإضعافه وتفكيكه. حتى الآن جماعة السعودية عندها جماعة الحوثي خط أحمر، لا يمكن، يمكن محاصرتها، يمكن تقليم أظافرها، يمكن إبعادها من 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 إيران إليها، لكن إبعاد هذه الجماعة أو إسقاطها أو إنهاء السعودية لا تقول ذلك أبدا. إذن شكرا جزيلا لك ضيفي هنا في الاستوديو الصحفي فهد سلطان، وأشكر أيضا ضيفي عبر السكايب العميد محمد الكميم الخبير العسكري والاستراتيجي. مشاهدينا أيضا أشكركم أنتم على طيب المتابعة، في أمان الله.